صافي غندير ابني كدابا ونخلي يديه الوالده معاها. انا نقادو الحلقه اللي كنقيه ديال القلع ديال الكفته. هكا غادي نصوبو مزيان انتما. دابا غادي نديرو التفاره الاولى. صافي ها هي راه طلعات، يعني خاصني الماء ماليكم يتجانب عاد يمكن ليكم ديروا السميده. السلام عليكم يا احلى متتبعين، كديرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بالصحه والراحه وطول العمر وباش ما تمنيتو. اليوم غنشارك معكم كسكسو بالتفايه اللي داقوا عندكم، غادي يسولكم اشنو درتو فيه، كيجي لذيذ بزاف. وهذا الكسكسو راه حمق العائله، عجبهم بزاف. جات الوالده قالت لي راه كسكسو راه جا خطير، كاع الناس عجبهم. هادشي علاش غنوريكم سر التفايه باش تجيكم واحد المذاق مميز، وحتى القرعه ما تجيش باسله. مشيت شفت القرعه، كيلت القرعه وجبت صغيمه غير معطيشة خاصه انا، وجبت البرمه غنديروا فيها البرمه والتفايه غنطيبها دابا معكم، غنوريكم كيفاش تصوبوا التفايه ديالكم وما تحرق لكم لا والو، وتجيكم معسله ولذيذه بزاف. هنا 2 كيلو ديال السميده. صافي دابا غنصوب معكم التفايه، بقاو معايا انا غادي نقدم معكم دابا. وضروري من الفلفل، الوالده قالت لك واخا دير التفايه دير ضروري فلفله كتعطي لك المذاق الزوين بزاف. نبداو على بركة الله. يا بسم الله، كنشد البصلة نقطعها على شكل طرونش، ندير معلقة كبيرة ديال السكينجبير، نص معلقة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال الكركم تكون عامرة، وهنا غادي ندير دامة زعفران اللي مبغيتوش ديروها لكم الاختيار. هنا معلقة صغيرة ديال القرفة والزبيب شديتو غسلتو مزيان وخليتو في الماء، الحمص رقدتو ليلة كاملة في الماء، ومع الصباح حيت لي الماء وغسلتو ودرتو مع التفاية. غادي نحرك هادشي مزيان، نتوما ما بغيتوش تحركوه يمكن ليكم، راه نفس النتيجة. كندوز ندير شوية الملح وكنخلط هادشي مزيان، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، حيت هنايا عندي كيلو ديال البصلة، كيلو وشي حاجة يعني فايت كيلو، قطعتهم على طرونش راه باينة الطريقة. عندي هنا معلقة ديال السمن تكون كبيرة، وكندير شوية ديال الماء، غير شوية ديال الماء، ما كنشحرو لا والو، كنسد عليه وكنديرو في البوطة، غير تبان لي الصفارة صفرات نحسب ليه نصف ساعة ونقص عليه على عافية مهيلة، نخلي دوز نصف ساعة ونحل عليه. هنا كندوز نصوب اللحم، عندي اللحم كمية وفيرة، سكينجبير معلقة كبيرة عامرة، معلقة صغيرة ديال البزار، ومعلقة كبيرة ديال الكركم تكون عامرة، الكركم يعني الخرقوم البلدي، نص معلقة كبيرة ديال المروزية يعني عطرية اللحم، ودامة زعفران حتى هي اختيارية، ما بغيتش ديروها ما ديروهاش، اللي كان متوفر عندكم زعفران الحر ديروه، ذوبوه في الماء وديروه وكبوا الماء ديالو كلشي ليه فوق هاد الحيمات. درت عليهم الماء وخليتهم تقريبا واحد 20 دقيقة حتى يشربوا هذيك العطرية. درت هنا خديت 2 بصلات مشلضين يكونوا مايان أو بصلة كبيرة مشلضة، كنديرها في البرمة وكنزيد عليهم هذيك العطرية والحيمات، وشديت هذيك العطرية اللي بقات ليا في البانيو درتها كبيت عليها الماء ودرتها حتى هي في البرمة. هنا معلقة كبيرة ديال السمن، السمن يكون انتم عارفين يكون حيل كيما كيقولوا دايز عليه عاب. صافي هنا دزت خديت السميده، خديت غير ديال العبار، انا خديت 2 كيلو ديال السميده، ضروري انني نغربلها في الغربال اللي كانت شي حاجه تبقى الفوق. كندوز ندير شويه ديال الماء، غير شويه، قسمت انا داك السميده على 2 حيت ما يمكنش ديال القصريه راه صغيره ما كبيراش، كنديرهم بحال هكا كنكسكسو باليدي غير شويه ديال الماء، حيت هنايا بزاف ديال السميده، هادشي علاش كثرت شويه ديال الماء. ولكن نتوما اللي كنتو درتو نصف كيلو ديروا غير شويه ديال الماء، ما تكثروش الماء، هنا ما كيبغيش الماء بزاف. كنبقى ندور به باليدي بحال هكا نكسكسو كما كنقولو، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيت وندور باليدي بحال كما كتشوفوا في الصوره في الفيديو، تبقاو تدوروا في يديكم بحال هكاك باش تجيكم هاد السميده مطرونه، يعني الحبات غلاط شويه ما تبقاش رقيقه. وكنعاود ندوزو في الغربال الغليظ، هذاك الغربال الغليظ كدوزوه باش اللي كانت شي حاجه الفوق يعني جا لي تقدروا يعجل ليكم، الناس المبتدئه تقدر تعجل ليهم، انا ما تعجل لي لا والو، بغيت غير نتاكد 100% حيت غادي به الناس ضروري نديروا شي حاجه زوينه. الناس اللي ما عندهمش القصريه يمكن لهم يديروا غير هذا البانيو، يديروا الماء في الاول ويديروا الزيت هنا في هذه المرحله ويدوروا باليديهم
بحال هكاك حتى تساليو. هنا اللحيمة تشحروا مزيان، نخلوهم يتشحروا تقريبا 15 دقيقة، ما درنا لا مطيشة لا والو، تفاية وما كتجيش فيها مطيشة. كندير الماء كمية وفية حيت غادي ناخد منها شوية الماء نديرو في القرعة. كناخد خيزو زو اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ما ديروش، ولكن خيزو كيعطي واحد المنظر زوين. بالنسبة للقرعة وفلفلة ما ديروهاش دابا، قزبر ومعدنوس حزمتهم تما وعاد درتهم. اما السميده راه خدمتها مزيان، شوفوا كيفاش ولات زوينه. هنا التفايه دغيا طابت، وقت الفوره الاولى ما درتهاش وطابت التفايه. كناخذ ثلاثه المعالق كبار ديال السكر، ما ديروش السكر دي السكر ما ديروش في الاول، غادي تعنزز لكم البصله حتى طيب لكم البصله. ديروا ثلاثه المعالق ديال السكر، لكم الاختيار بغيتوا تكثروا السكر او ديروا شويه. معلقه ديال القرفه صغيره ونص معلقه ديال السمن، وكنخليها تشرب هاد التفايه شويه. وضروري من الزهر، درت الزهر غير ما وريتوش، ساشي الزهر درتها كتعطي واحد المذاق مميز للتفايه ديالكم، واللي ذاقها عندكم يقول لكم شنو درتو فيها. اللي ما كانش عندكم الزهر ديروا نص كاس ديال الماء الزهر في الاول قبل ما تطيب ديروه. كنشد هنا كسكسو ديالي، كنديرو في الكسكاس كنديرو كامل، وكنديرو فوق البرمة. دابا غنديرو التفارة الأولى، صافي ها هي راه طلعات، يعني خصيت الماء يبان لكم يتجانب، غادي يمكن لكم ديرو السميدة باش ما تاخذش لكم وقت كثير وما تعجنش لكم، يعني غير ديروها وتفور. صافي غندير الكسكسو دابا السميدة، وغادي نحاول نغطيه حتى تطلع الفورة وعاد نحيدها. ها هي هادي صافي، غادي نسكت عليها نخلو شوية ديال البلول كما كنقولو، البلول ضروري من الدم. كناخد القرعة خليتها بالقشور ديالها، يعني غسلتهم غير مزيان، غسلوها كيلو ديال القرعه تما، وغادي ندير معاها زلافه ديال البلول او المرق من خديته من البرمه. غادي ندير شويه الملحه باش ما تجيناش باسله. صافي ونخلوها طيب، ما ديروش السكر دابا، خلوها حتى طيب عاد يمكن لينا نديروها السكر. هنا التفويره الاولى تفورات تقريبا 20 دقيقه، كنخويها وكنخوي الكسكاس فيه الماء باش هذوك العيون ديالو ما يتسدوش. وكهنا ما كنعطيش الماء بزاف، كنعطيه شويه الماء حيت حتى التفويره الثانيه عاد يمكن لينا نعطوه الماء مزيان باش ما يتعجنش. ضروري تعطوه الماء كميه عينكم ميزانكم، ما تكثروش الماء بزاف حيت ما غاديش يشرب لكم الماء بزاف. ديروا ليه الماء وديروا شويه ديال بحال كوب معلقه حيت راه سخون. ضروري هذيك المغرف تكون عندكم ديال الخشب هي اللي ديروا بها، وراه ما نقولش لكم واحد الحراره كتكون فيه. بالنسبه للمبتدئين غيجيهم صعيب كسكسو، ولكن سهل اي واحد كيتعلم. وبالنسبه لهذا الكسكسو اللي جربتوه راه غيولي عندكم معتمد في الدار. كندير الملحه في هذه المرحله، عادي يمكن ليا ندير التفويره الثانيه باش يجي بنين. كنقسم الكسكسو على جوج، كندير الملحه هنا والملحه هنا، جوجهم كندير فيهم الملحه وصافي، غير كيشرب ليا ديك الميها. وكنديرو في الكسكاس مازال، انا عندي الكسكاس كبير كيهز جوج كيلو ديال السميده، كنديرو في الكسكاس. وهنا القرعه راه تقريبا طابت تقريبا 15 دقيقه كطيب. كندير ليها القرفه تقريبا معلقه صغيره، ما تكثروش القرفه، ساشي الزهر راه وريتكم اللون ديالو، كاينين انواع بزاف. جوج معالق ديال السكر انا غادي به للناس، يعني ما خصنيش نكثر السكر لا في التفايه لا في القرعه لا في كسكسو. ما تكثروش السكر فتكونوا غاديين عند الناس، كاين اللي ما كياكلش السكر. انا درت غير جوج معالقات ديال السكر صافي، وشويه ديال السمن ضروري منه باش يجي هذاك المذاق زوين، ويجي يجي هذه القرعه مقومه كما كنقولوا، تكون لذيذه. فلفله راه درتها تمايا وفورت التفويره الثانيه، فلفله حاره هذيك طابت دغيا طابت مع كسكسو. كمازال كندير الكسكاس فيه الماء باش ما يتسدوش العيون ديالو، وهنا كنعطيه الماء كميه وفيره حيت ضروري من الماء. صافي كنبقى نعطيه الماء هنا، وكنقسم الخليط على جوج، كنهز بالتبصيل حيت سخونه بزاف هاد السميده، راه ما نقولش لكم على السخونيه. هنا كندير التبصيل وكنقسم على جوج باش ما تغربنيش الخدمه، وفي نفس الوقت نسالي دغيا. بالنسبه لي انا بديت بكري وساليت بكري، وكنبقاو نرشو عليه الماء ونخلطو فيه حتى يشرب هذيك الميه، وانا غنرجع معكم دابا. كسكسو كنقسمو على جوج، ضروري ان نقسموه جوج قصريات باش نتحكمو فيه. هو راه سخون كيكون، خاصكم تكونوا مولفين على السخونيه بحال هكا. شويه الماء ضروري تقلبوا باليديكم، ضروري ديروا ليديكم باش تعرفوا واش خاصو الماء ولا لا، لان المغرف ما غاديش ينعفر.
صافي كنفهم في بالما حيت هذا صافي اخر مره يعني شويه للاخر صافي وكنبقى ليه بحال هكا نشرب فيه الماء باش يجي زوين. انا درت لي ثلاثه تفويرات هنا شربت الماء وكندير بهذيك المعلقه ونخليه نغطيه ونخليه. بعد ما ارتاح شويه تزست درت ليه البزار وشويه ديال السمن وشويه ديال الزيت حيت هذه هي التفويره الاخرى. اللي كان عندكم زيت الزيتون متوفر ديروه كيجي فيه مذاق رائع وكيجي زوين بزاف وما تشبعوش منه. هنا غادي ندير غير شويه ديال الكسكسو حتى يبدا لي بدا يفور يعني بدا يطلع ليه التفويره عاد يمكن لي نبدا نزيد حيت بزاف ديال السميده يعني نبقى نزيد بشويه بشويه حتى يتفور ليا كامل. فورتو التفويره الثالثه ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ولكن ضروري تذوقوه قبل ما تبداو تسقيو تذوقوا البلو اللي كانت خاصاتو شي حاجه زيدوها ليه السمن اي حاجه. قديت كسكسو ديالي في القصريه وحطيت اللحم الفوق وغادي نحط خيزو حتى هو خيزو ما كثرتش بزاف درت غير شويه وغادي ندير القرعه. بالنسبه للقرعه واخا يبقى فيها البلول خلوه فيها يعني ما كتشربش هذاك البلول واصلا ما درناش فيها السكر بزاف كتجي مذاق ديالها زوين حيت درنا فيها زلافه ديال المرق من البرمه. هنا تفايره شوف كيفاش جات ما تنشفوهاش بزاف حيت غادي ناخذ واحد المغارف الماء ديال التفايه وغادي ندوروا على القصريه باش يجي فيها ديك المذاق الزوين. صافي هنا راه قاديت القصريه غادي نغطيها ونعطي الوالده ديها يهز اسماعيل على راسه. هانتوما كتب لي العزاء صافي غندير ابني هكا دابا ونخلي يديه الوالده معاها ايوا بالصحه والراحه. مرحبا بكم اخ محمد نقادو بحال هكا ديك راه نقيه ديال المقلع ديال الكسكسو بحال هكا غادي نصوبو مزيان. هانتوما صافي غادي نغطيه مزيان ايوا قوم معانا. صافي راه مشيت للمارشي جبت بطاطا عرفتوا الصوبه غادي نعمل صوبه ديال البطاطا اليوم كتجي زوينه العشاء سيرو درت لهم كسكسو اليوم راه حطيت لهم تغداو وعطينا دات الوالده كسكسو ولكن راه كسكسو حمق الناس حمق الناس قال لك واعر جا وهنا داك الحليب جات الحليب وفرايني جات باش نديرهم مع هذاك وشريت هاد المول لقيتو 260 اجي شوفوا معايا 260 وانا شنو نقول علاش ما نشريش وانا ندير فيه الطوس ولا شي كيكه زوين عجبني وانا نقول 260 ما غاليش بزاف صافي وانا نشري شوف كيدير راه زوين نغسلو ونقادو نخليه. نصب الصوب ضروري نصب الصوب حيت كانو كسكسو يعني كسكسو راه حاجة تقيلة خاصهم شي حاجة خفيفة العشاء وغادي نمشي عند الحلاق يوم نحسن ضروري نحسن نشوف وجهي كيداير ولا وداكشي هادشي اللي كاين النهار داز زوين كدا غير الطاقة الإيجابية. يعني راه تغديت وارتاحيت عادة مشيت للمارشي راه حطيت لخوتي كسكسو تاهما حطيت ليهم واحد نص كيلو والوالدة دات كيلو ونص ديال الكسكسو. هنا كنصوب لهم العشيوه مع اذان المغرب قد قد صوبت لهم العشيوه. عندي بصله كبيره وشويه ديال الزبده وشويه ديال الملحه وتقريبا كيلو ديال البطاطا وبصله واحده كنخليهم يتشحروا غير شويه. البصله ما تخلوهاش تشحر بزاف في الصوبه خلوها تشحر غير شويه. كندوز نخوي عليهم الماء سخون ونسد عليهم تقريبا نصف ساعه كتكون موجوده ضروري من شويه ديال البزار ونسد عليهم بالصفاره نحسب غير تصفر الصفاره نحسب ليها نصف ساعه حتى ل 20 دقيقه. دازت طابت هنا حليت عليها درت ثلاثه الفرماجات وهذا الميكسور اللي جاني من وادوكس صراحه نفعني بزاف وكاليتي واعر بزاف. غنخلي لكم الرابط ديالهم بغيتو تتواصلوا معاهم مرحبا كاينين عروض زوينه دايرين هاد على قبل الصيف. هنا درت نصف لتر ديال الحليب بغيتو ديروا الكريمه يمكن ليكم بغيتو ديروا اي فرماج يمكن ليكم ما بغيتوش ديروا الحليب يمكن ليكم حتى هي. هنا كندوز نقطع دلاع جابو الواليد وخلون ديالها ما زوينش ولكن زوينه وحلوه. الصوبه ديال البطاطا طابت خليتها تغلى شويه على قبل الحليب باش يطيب وتعشينا بكري قبل من اذن العشاء طيبتها مع المغرب غير اذن المغرب طيبتها دغيا طابت دغيا. حطيت ليهم معلقات غادي نحطو دلاع اللي بغى الخبز ياخذ الخبز صراحه الشباكيه ما كايناش. صافي دابا حطينا العشيوه ديالتنا درنا لها الصوبه بالبطاطا والحليب والفرماج كتجي زوينه وبغاتو ديروها ثقيله ديروها ثقيله ما تكثروش فيها الحليب. انا كتعجبني حنا خفيفه عاجو تشوفوا معايا كيفاش غادي نخوي بحال هكا شوفوا رائع. ومن بعد ما غنتعشاو دابا راه تقريبا ما باقي العشاء ما اذنش غادي ناكل وغادي نمشي نحسن ضروري خصني نحسن شعري وبقاو معنا غادي نمشي عند الحلاق ورجع معاكم.
صافي جيت من عند الحلاق، جات معايا الحليب وداك الشيء اللي غادي نصوب مع الصباح يعني الفطور ديالنا. دابا لقيت الحلاق خاوي دغيا حسن لي، دابا 11 ونص غادي نمشي ندوش، ولقيت الوالده معمره لي البريد ديالاتي، نعمر نشرب هذاك البريد ديالاتي اللي عمرت لي الوالده. وفي نفس الوقت نجاوب على التعاليق ديالكم، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. واي واحد خلى لي تعليق زوين بغيت الله يزين ليه يامو، انتظروا مني غير الدعوات الزوينه كيف ما نتوما كدعوا معايا، بغيت ربي يسهل عليكم ويخلي لكم صحيحتكم ويطول في عمركم. صافي صافي غادي ندوش وغادي نرتاح. حاول تقول لي الوالده راه الفرص ما كاينش، ما بقاش عندنا، يعني حنا كنشرو خنشه كبيره وكنخلوها، وانا صافي نسيت نشات لي من بالي ومشيت رجعت للحانوت. دابا راه ما قال والو، يعني فاتت 11:30، غتكون شي 11:50 دقيقه، وبخرت شنو رجلي فشلو عليا ما بقاش قديت تمشى، لكن ماشي مشكل عادي، غدا نصبح شويه ناعس نفيق مع ديك 9:30 ولا 9 ان شاء الله بحول الله. حطيت البريد ديال اتاي ودوشت، دابا راه الوحده تقريبا صافي، شربت هذاك البريد ديال اتاي وكنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال وديروا في بالكم راكم عزاز بزاف، السلام عليكم.